بيان سور مشيت قيدت على خاطر هذه حاجه لازمه. عملنا الثوره نتاع 14 جانفي باش واحد يوصل نهار من نهارات ينتخب العباد اللي ينجموا يمثلوه الماكسيموم في النظام في الدوله. والله الانتخابات تاع مجلس التاسيسي اهم اوبجيكتيف نتاعهم سي باش ينتخبوا 200 عبد هذوما ولا 200 واش باش يعملوا لنا الكونستيتيوشن جديده نتاعنا، دستور جديد نتاع تونس، باش نخرجوا من المرحله الانتقاليه هذه الصعيبه اللي قاعدين عايشينها تو، وباش ينجم كل تونسي يصوت على العبد اللي يختاره واللي يحس روحه يمثله حقيقه. كان التوانسه ما يمشيوش يصوتوا بكثره، معناتها ماهمش مهتمين بالبلاد ريالمون، باسكو لينا ما نعرفش 29 ولا 50 سنه في تونس نقولوا نحبوا الناس اللي تحكم فينا نكونوا اخترناهم احنا، وبالتالي وقت يجيهم التقييد والتصويت ما يمشيوش يقيدوا، دونك ما يمشيوش يصوتوا، دونك ما عملنا شيء. احنا علاش عملنا ثورة؟ باش طيرنا نظام اللي موش عجبنا، موش عاجب الشعب. كيفاش نجم نبدلوا الحكاية هذية ونحطوا نظام يتماشى مع الشعب؟ هو بالتقييد ودونك بالتصويت، من بعد تكون الحكومة ممثلة الماكسيموم الشعب التونسي، واللي وقت اللي بعد الفترة اللي باش تحكم فيها الحكومة تتعدى سبا يعاودوا يصوتوا لنفس العباد، وكان العباد ما همش فرحانين وحاجه مش عجبتهم يعاودوا يصوتوا من الجديد باش يبدوا الحكومه هذه، يلزمهم مش يقيدوا. سورتو كان ثم شك في بطاقه التعريف نتاعهم، ولا بطاقه التعريف نتاعهم قديمه، ولا كان نقلوا، ولا الادريسه اللي موجوده في بطاقه التعريف ماهيش صحيحه، يلزمهم مش يقيدوا. على خاطر كان ما يقيدوش ينجموا يجيوا نهار 23 اكتوبر باش يصوتوا ويلقاو روحهم ما عندوش الحق باش يصوتوا. اللي بطاقه التعريف نتاعهم مريقله ومازالوا ما صوتوش، نورمالمون ما ثماش مشكل، ينجموا يمشيوا يصوتوا نهار 23 اكتوبر في البقعه اللي تابعه لادريسه نتاع المقيده في بطاقه التعريف نتاعهم. ماذا بينا الناس كل يمشيوا يقيدوا باش هالقائمات اللي قاعدين يعملوا فيهم الجماعة متاع الانتخابات تكون ميزاجور، معناتها مجدة، وباش يصلحوا مش كان الانتخابات متاع 23 أكتوبر كهو، باش يصلحوا الانتخابات اللي جايين بعد الكل.